تفاصيل اكتر مشاهدينا نعرفها، وبينضم الينا عبر الهاتف دكتور احمد عامر الخبير الاثري. يا دكتور صباح الخير واهلا بحضرتك معنا في هذا الصباح. يعني صباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اثناء اعمال تنظيف اثري لرديم يعود للاسره 25، تم هذا الكشف الاثري الذي يعود الى العصر الدوله الوسطى في مصر القديمه. طبعا طبيعه الدفن الطقوس مختلفه، لو حضرتك تكلمنا عن هذا الامر وهذا الاكتشاف واهميته يا دكتور. يعني خلينا نوضح ان طبعا مقبره العفيفيت موجوده طبعا في لوكسور، ودي اول مقبره من عصر الدوله الوسطى يتم الكشف بها على العديد من الدفنات. نعم. هذا الكشف سوف يقوم بتغيير تاريخ الجبانه بالكامل، وهيخليها طبعا ضمن الجبانات الكبرى للدوله الوسطى في طيبه، وهيعرفنا اكثر طريقه الممارسات وطقوس الدفن في جبانه طيبه خلال العصر الدوله الوسطى، بالاضافه الى انه تم العثور داخل المقبره على عدد 11 دفنه تضم هياكل عظميه لرجال ونساء واطفال، ويحتمل بشكل كبير جدا ان هي تكون مقبره عائليه كانت تستخدم لعده اجيال خلال عصر الاسره الثانيه عشر وبدايه عصر الاسره الثالثه عشر. نعم. وبالاضافه كمان الى تم الكشف على العديد من المجوهرات الفريده في دفنات النساء ومجموعه من النقل الاثريه، والتي يرجح انها جميعها ترجع الى اوائل الاسره ال 12. معظم الدفنات تعرضت طبعا لاضرار كبيره جدا بسبب الفيضانات اللي دمرت اخشاب الثوابيت واقمشه الكتان المغلفه، ولكن تم الحفاظ على العديد من محتوياتها لانها طبعا كانت مصنوعه من مواد اقل تعرضا للتلف، وتم العثور عليها في موقعها الاصلي ايضا على يعني بينها بقايا الهياكل العظميه. ومن ابرز الاكتشافات اللي تم العثور عليها قلاده فريده مكونه من 30 قرصه اسطوانيه الشكل من حجر بمعنى اصح الاماتيس، مع قرصتين اسطوانتين من العقيق يحيطان بتميمه على شكل راس فرس النهر، ومجموعه من القلادات والاساور والسلاسل والخواتم والاحزمه المصنوعه من العقيق الاحمر والخزف المطعم باللون الازرق والاخضر، وحجر الفاينانس المقضي، والتمائم نفسها زينت على شكل رؤوس افراس النهر والثقوب، وتمائم على هيئه راس ثعبان وغيرها، وجمعها جدا في حاله ممتازه. كمان تم العثور داخل اثنين من هذه الدفنات على مرايه من النحاس، احدهم ذات مقبر على شكل زهره اللوتس، دي طبعا الزهره المعروفه جدا لدى يعني صعيد مصر في تلك الفتره، واخرى بتصميم نادي لوجه الاله حتحور باربعه وجوه، تظهر كامراه ذات ملامح صارمه، بالاضافه الى عدد من سبائك النحاس وتماثيل كمان ايضا صغيره يعني تمثال صغير للخصوبه من حجر الفاينانس الازرق والاخضر، وله ارجل مقطوعه مصمم بشكل ممتاز جدا ومزين بمجموعه متنوعه من المجوهرات، وشعرها نفسه او شعر الدفن نفسه مطلي باللون الاسود، وعثر بجوار التمثال الصغير على ما يقرب من 4000 خرزه طينيه تشكل شعرها الاصلي، بالاضافه كمان الى انه تم العثور على مائده قرابين مربعه الشكل مع حافه منخفضه وقناه مياه في المنتصف محاطه بنقوش بارزه لراس ثور ورغيف قبس وقرابين اخرى. هذا الكشف طبعا كشف فريد من نوعه بالذات في هذا المكان، ومحتوياته طبعا اللي هو مزيد عن الحضاره المصريه القديمه اللي بنشوف. نعم دكتور احمد، كشف فريد من نوعه في محتواه ايضا فريد، لانه زي ما حضرتك قلت هيغير طبيعة ما كان عن هذه المنطقة وعودتها إلى عصر الدولة الوسطى. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه التفاصيل، دكتور أحمد عامر الخبير الأثري.